متابعه يعني تقرير قناه التحرير الوطني لمباراه اولمبيك المغرب واتحاد الحمدين. يحضر معنا احد المناصرين الاوفياء لفريق اولمبيك المغرب. اهلا وسهلا بك. تواتي ابراهيم، توقعاتك المباراه اليوم؟ ان شاء الله نتمنى فوز فريق اولمبيك المغرب بنتيجه 3-0 لفريق اولمبيك المغرب. يعني هذا انك متابع وفي اولمبيك المغرب؟ نعم. طيب افضل لاعب يلعب في فريق من دقيش المهاجم الصريح. ان شاء الله نتمنى التوفيق للفريقين اولمبيك المغرب واتحاد الحمدي. ديربي ان شاء الله يوفي ويعود. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.